لطالما كانت الرياضة منبرا لإسماع صوت الجزائر المكافحة من خلال فريق جبهة التحرير الوطني، أين تخلى أعضاؤه عن الشهرة والمال وغيرها من المغريات في سبيل إعلاء كلمة الجزائر والتعريف بقضيتها. غدا الاستقلال واجه قطاع الرياضة على غرار بقية القطاعات الأخرى وضعية صعبة ميزها نقص الهياكل والكوادر الرياضية المؤهلة، غير أن الجزائر استطاعت بعد سنوات قليلة من الاستقلال رفع التحدي. تحديات رفعتها الجزائر من خلال احتضانها لكبرى المنافسات الرياضية الإقليمية والدولية كألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1975، وكأس إفريقيا للأمم سنة 1990، وصولا لألعاب البحر الأبيض المتوسط صائفة هذه السنة. رهان التنظيم وتحدي النجاح تجاوزته الدولة الجزائرية بكل نجاح وفخر. عام 1975 كان موعدا ضربته الجزائر لبلدان الحوض الأبيض المتوسط كأول حدث قاري يجمع ضفتي المتوسط منذ استقلال الدولة الجزائرية كجمهورية مستقلة ذات سيادة، استثمرت في شبابها آنذاك وعملت على تكوين إطارات شابة في مجال التنظيم الرياضي، استفادت بها الرياضة الجزائرية في أوج قوتها سنوات الثمانينات. كما شهدت سنة 1990 احتضان الجزائر بامتياز لكأس أمم إفريقيا، رغم ما عاشته البلاد من أوضاع سياسية صعبة في تلك الفترة، إلا أنها حققت نجاحا رياضيا وتنظيميا مميزا لتعود الجزائر إلى الواجهة العالمية من بوابة البحر الأبيض المتوسط ومن عروسها الباهية وهران. وبالرغم من كل العوائق والعراقيل التي سبقت التظاهرة من تأخر في تسليم المنشآت الرياضية ووباء كوفيد-19 ومخططات أجنبية لضرب المحفل المتوسطي، إلا أن الحكومة الجزائرية وبحرص شخصي ومتابعة يومية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعطت الجزائر ردا للمشككين بدورة مبهرة تمكنت خلالها الجزائر من خطف أنظار شعوب المتوسط، فلم تخيب أمال زوارها من رياضيين وشخصيات رفيعة المستوى. في درب التحدي سارت الجزائر، رفعت شعار تنظيم الألعاب المتوسطية بعد 45 عاما على تنظيم سابع دورة لهذه المنافسة الرياضية، أنجزت مختلف المشاريع والهياكل المتعلقة بتنظيم الدورة والتي يزيد عددها على 35 مشروعا في 8 قطاعات مختلفة، وتم إنجاز القرية المتوسطية المخصصة لإيواء الضيوف والتي صنفت بثلاث نجوم. هذا الحدث الدولي ضاعف إيرادات قطاع النقل والفنادق والمطاعم وعائدات سياحية عموما في مدينة وهران والمدن السياحية القريبة منها. كما ساهمت عملية تعزيز البنية التحتية والتنظيم لهذا الحدث في توفير العديد من مناصب الشغل وفرص العمل المؤقتة. بعد 6 عقود من الزمن نجحت الجزائر في إخراج الحدث المتوسطي من الظل إلى الأضواء لتضعه في خانة الأحداث الرياضية الهامة على الساحة الدولية. ألعاب وهران والاحتفالات بالذكرى 60 لإيدي الاستقلال والشباب كانت العنوان الأبرز لسنة الإقلاع الاقتصادي، فرياضيا كانت الجزائر في الموعد، حملت رسالة واضحة أن الجزائر قادرة على رفع التحدي في كل المجالات.